العيد هو الموعد المنتظر لكل كبير وكل صغير وخاصة الأطفال لحتى يفرحوا بالألعاب ويفرحوا بالثياب الجديدة وبزيارة قرايبينهم وخاصة بيت الجد وبملابس العيد، ولكن للأسف هالعيد مختلف نوعا ما خصوصا بالنسبة للأطفال، بدون ألعاب وبدون طلعات وبدون فوتات بدون مظاهر العيد حتى. كيف فينا نتعامل مع الطفل ونخبره أنه السنة العيد بس بالبيت؟ وتساؤلات تانية بتخص الأطفال أكيد رح نتعرف عنها أكثر مع بيان العيد، مؤسسة مبادرة أمومة وعية. صباح الخير بيان، رمضان كريم. علينا وعليكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد. بالبداية حكينا أنه هذا ظرف استثنائي، هاي السنة ما في عيد، خبرينا عن ردة فعل بناتك وقت خبرتيهم أنه هاي السنة ما في عيد، شو كانت ردة فعلهم؟ هلا صدقا يعني الدمعة ظهرت بعيون هون لما نقلت لهم هذا الخبر بانه ما في مراجيح، ما في صالات العاب، لانه هذا الشيء هو اللي بيعطي البهجه للطفل. ممكن يكون بيلعب بكل ايام السنه وما تكوني حارمتي، بس بالنسبه له هذا الشيء بالعيد هو عن جد عيد، هو عن جد فرح. بهالسنه لما نقلت لهم هذا الخبر هيك حسيت بالحزن بعدي على وجوههم، بس بالتالي في شيء دائما انا بتبعه ودائما بننصح كل الامهات انها تتبعه، انه لما بدك تنقلي للطفل خبر سيء انه اعطيه بديل فورا، يعني اشغليه بشيء ثاني فورا يفرح قلبه. الحل كان بانه انا قلت لهم انه نحن رح نعمل مدينه العاب بالبيت. تمام. يعني انا رح اكون البائع وانا رح اكون المسؤوله مثلا عن شيء يفرحكم، رح اجهز لكم بوشار، رح اجهز لكم ترموس، فول نابت، الشيء اللي انتم بتحبوه، رح اجهز لكم هيك العاب من البيت، بس انا صممها بطريقه هيك مبتكره شوي لحتى انتم تجوا، ورح تاخذوا انتم العيديه من بابا مثل العاده، ورح تجوا لعندي تعطوني اياها، ورح خلص تتعاملوا مثل كانه البيت هو مكان اللعب تبعكم او هو صاله اللعب تبعكم. اكيد ان شاء الله هيك بينعاد على الكل يا رب بكل الخير والحب وبظروف احسن. يعني خاصه العيد هو بيت القرايبين، هو الغداء عند التيتا، هو زيارة ومعايدة الأقارب. ولكن صار لنا فترة نحن يمكن تعودنا على القعدة بالبيت، اكتسبنا عادات حلوة نوعا ما. صح. بالمقابل كان في ملل وزهق وخاصة للأطفال الصغار. يمكن تدريجيا قديش الفكرة هيك بتكون أقبل أنه نحن نقدر نملي وقتنا، نقدر نتأقلم بالوضع يلي عم نعيشه. هلا بالنسبه كمان للاطفال، يعني فينا كمان لحتى نقدر نملي لهم فتره العيد كمان، يعني اذا ما في زيارات خارج المنزل نقدر نعملها زيارات اونلاين، يعني النت صار متاح للجميع، فيهم يتواصلوا مع كل الناس اللي بيحبوهم، فيهم يفتحوا ويحكوا مع تيتي جدو مع القرايبين، فينا حتى نعمل برنامج، يعني فيك انت تقولي للطفل عندك 3 ايام انت اعمل برنامج كل يوم مع مين حابب تتواصل، كل يوم مع مين حابب تعايد، كل يوم مع مين حابب تحكي، مع اهل بابا، مع اهل ماما. بالتالي هذا الشيء حتى هو كثير في العاب اونلاين كمان صارت. تمام. مو بس التشات او أكيد. هيك أكيد. كمان في العاب فيهم يلعبوا فيها اونلاين. اكيد. هلا نحن دائما يعني بنقول بس بتوازن، بتوازن نقدر نوازن بين بهذا الموضوع مشان ما ياثر على الطفل. بس بالنسبه لموضوع التواصل، هو الطفل كثير بيحبه بانه هو يمسك الكاميرا وانه هو عن جد يحكي ويتواصل مع القرايبين، وعلى الاخص اذا كانوا لسه اطفال، وإذا كانوا لسه من عمره، يعني هذا الشيء كثير بيعطيه سعادة وبيعطيه هيك فرح بأنه أنا عن جد دائلهم، أنا عم عايد عليهم، أنا دائلهم، أنا عم شوفهم بالعيد، مع أنه ما في زيارات، ما في فوتة، ما في طلعة. اكيد. يعني انا لقيت انه بهالوقت كمان الامهات والاهالي عم يتقربوا اكثر من اولادهم، يعني ما لقيت انه هذا الشيء سلبي. قعدتنا بالبيت مشان كورونا اكيد مو شيء سلبي، صار في عنا كمان نشاطات مشتركه، عم لاقي اغلب السيدات السوريات عم بيخترعوا العاب، مثلا عم يتشاركوا ان اولادهم صنع مثلا البليدو، عم بيقراوا القصص الخياليه. قديش كمان خلينا نحكي عن هاي القصص، عن النشاطات المشتركه بين الام والولد. هلا بما انه هو هلا حوالي اسبوع تقريبا بقيان للعيد، كمان حطينا برنامج عن هذا الموضوع بانه نحن يوميا صرنا نجهز بطاقات معايده لحتى نرسلها للاطفال، لرفقات بناتي، يعني نجهز
هيك اكياس او علب ضيافه كمان، هذا الشيء كثير بيشعر الطفل بالسعاده يعني. كمان جهزنا شيء له علاقه بتاج كمان رح نرسله، يعني مع انه الاب عم يقدر يتحرك خلال هالفتره هي، ممكن هو يرسله ويوصله لرفقاته بانه تاج كمان مكتوب عليه شكرا لصيامكم. يعني هالهدايا ممكن نخلي الطفل هو يجهز كورنر منزلي يعني بال زينة العيد، بهلال العيد، ممكن يساعد الوالدة حتى بحلويات العيد. هذا الشيء يعني أكيد بيزرع بداخله سعادة، وبيعود نوعا ما عن الشغلات اللي ممكن يفتقدها بالأيام القادمة. تمام بيان، يعني بما أنه عم نحكي عن عمل الخير وعن المبادرات يلي بتنطلق يمكن من ذاتنا، يمكن بالظروف اختصرت مثل ما قلتي على تاج على هلال، ولكن اليوم خلينا نحكي عن فعل الخير من خلال شهر رمضان، إن كان سكبة رمضان، إن كان أنه نحن نحس بغيرنا، إن كان من خلال مبادرات نحن وقاعدين بالبيت، إن كان نعمل أكل ونبعثهم لحدا فقير أو محتاج. قد ايه بينرد على الطفل بشيء إيجابي وبيعطيه دافع أنه هو يمكن شوي هيك يرتاح نفسياً عن انشغاله أنه أنا بالبيت وماني عم بطلع وماني عم فوت. أكيد أكيد دائماً لازم نعطي الطفل فكرة عن أنه في مستويات بالحالة المعيشية. طبعا. أنت هذا الشيء موفر عندك، في أطفال غيرك ما له موفر عندهم هذا الشيء. أنت يعني مثل ما أنت أمن لك يا والدك ممكن أنت تقدر تشارك فيه غيرك، على الأخص مثلا إذا كانت عدة أكلات مثلا ممكن أنت تقدر تبعث منها قسم منها لأطفال أنت بتعرفهم، لأطفال موجودين معك بنفس الحي. قديش شيء حلو أنه ناخذ مبلغ مادي الأهالي، يعني أنه يعودوا أطفالهم هي العادة، مو بس بهذا الظرف الاستثنائي، أنه دائما ناخذ هذا الظرف هذا المبلغ المادي ونروح نعطيه مثلا هو الولد يختار، إما لعائلة وضعها سيء أو نعمل فيه مثلا فطور، يعني افطور مع كمان عائلة تانية محتاجة. يعني قديش هاي الفكرة كتير حلوة نزرعها بنفوس أطفالنا وهنا صغار تكبر معهم القصة. يعني أكيد أكيد هذا الشيء أنت فيكي تغرسيه من هلأ. حتى أنا ليش قلت لك عملنا البطاقات، بطاقات المعايدة، عملنا بجانب كل بطاقة هيك مثل ظرف حتى نقدر نحط فيه مبلغ مالي تقدري انت يعني تسعدي فيه الاطفال الاخرين، وتبلغي طفلك انه هذا الشيء رح ينرد ايجابا عليك. اكيد رح يعني العطاء يعني هو كثير شيء حلو وكثير بيزرع بنفس الاطفال قيم كثير كبيره، وبالتالي اذا نحن علمناه للاطفال من الصغر اكيد رح يبقى مستمر معهم للكبر ان شاء الله. بيان العيد نحن كثير بدنا نتشكرك، شكرا على هاللفتات الحلوه والافكار يلي عم تقدروا تفرحوا فيها قلوب غيركم، وخاصة يلي بحاجة وإن شاء الله بينعاد على كل السوريين بظروف أحسن. شكرا كثير لك وأهلا وسهلا فيك. أكيد نورتي صباحنا لليوم، ينعاد عليك وعلى بناتك، سلمي كثير عليهم وقولي لهم يعني الظرف الاستثنائي بس أكيد بنقضي وقت كثير حلو كلياتنا مع بعض إن شاء الله، وأكيد بنشوفك بحلقات قادمة. شكرا لك، يعطيكم ألف عافية.